السلام خوتي الاعزاء، كنتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم معنا في قناه اي موبيليتي طنجي. تابوناو باش يوصلكم الجديد وباقي الخير والبودة. قريب ان شاء الله ننزل لكم الجديد. هذا الرقم عندي في الواتساب 0600 19 096. كيجبر الخط مشغول ولا ما جاوبتوش دخلنا عندي غير الواتساب قول لي شني فيه انا غنجاوب. ها كنتواجدوا طنجة بالية، جينا على اتجاه ديال حومة الواد الخارجة ديال الشجيرات. هادي هي طنجة بالية، اللي عنده شي نوع العقار كيبيعو بشي ثمن مناسب يسار كيتصاور ولا فيديو سمع معلومات كاملة مكمولة في الواتساب، وإلا كانت بشي تمام مناسب نعملو الوقت ونجي نشوف بارتما ولا شي قطعة أرضية محافظة في الجزء هاد العلوي أولا شي دار. الله يسهل على كل واحد السكنة ديالو كل ما كيتمنى. الدنيا زيانات هنا تبارك الله. عندو كذلك شي فيلا بشي تمام مزيون يتصل بيا نعمل الوقت ونجي نشوفها. ما نهار الشتا الله يرحمنا الله يرفع علينا هاد الوباء. اللي عندو كذلك شي محل تجاري شي موقع يكون خدام صار لي تصاور ولا فيديو سمع معلومات مجموعة نعملو الوقت ونجي نشوف شي موقع يكون تجاري خدام.
هاد الشرف على اليمين. الشارع كيخرج من حومة الشوك بلاصة طولو طريق دموعوها. على حساب قناة تبارك الله كبرات كتشوف 98,000 مشاهدة في 48 ساعة. كما قلتكم كيعيطو واحد 70-80 الناس في النهار. يعني اي وسيط كيفتش على الهمزة على الحاجة الثمن ديالها من الناس وعلى الحاجة اللي ما يكونش فيها المشاكل. الجهة ديال تشاطارة اللي كيبيعو بياس ديال الطوموبيلات. عندو شي دار في الباديه كيبيعها بشي ثمن مزيان تكون واصله للطريق، يعني الطوموبيل كتوصل بشي ثمن مزيان. كذلك يصرف لي فيديو ولا تصاور ديالها تكون بشي ثمن مزيان ومناسب. الحاجه كتعملها في دابا اليوم كلشي كيمشي بالاشهار. الحاجه اللي عملتها في فيسبوك ولا في اليوتيوب كتشاف.